معك برمان محمد عباس بندر الحبابي ولديك سفيان رحيمي ولابا. الله يا دار زايد كيف محلاها يا ناس حلوة وقلبي مغرم فيها كن القمر يوم يظهر من محياها هي غاية الحزن. يسلم كف بانيها نعم نعم يسلم كف بانيها وطيب الله طبعا ثرى زايد الخير زايد حكيم العرب طبعا هو من بنى دولة الإمارات هو من بنى طبعا أبو ظبي. والمباراة تنطلق والبداية الأولى البداية الأولى في الدقيقة الأولى في رمي التماس لأصحاب الضيافة في مباراة اليوم كامل العدد ملعب كامل العدد هذا المساء. الكرة تلعب من رمي التماس وتبعد من جانب أربوليدا والمباراة حسابات البطولة كما يعلم الجميع كل من في الإمارات وكل من خارج الإمارات يتابع الموقع الكبيرة. هذه تمثل عراق دورينا هذه المباراة تعطينا الانطباع بأن دورينا يعود الآن وبعودة الجماهير وبعودة المدرجات وبعودة الحياة الحياة لكرة القدم طبعا. ومن يصنع الحياة لكرة القدم إنها الجماهير المتفاعلة. وأنا يمكن قبل ثلاث ساعات في الملعب بالمناسبة والملعب فيه شيلات من هنا وشيلات من هناك ورد من هنا ورد من هناك والكرة تلعب الآن وتبعث تعود إلى بندر الحبابي. البداية الأولى والانطلاق محمد عباس ينطلق والكرة تستمر وحكم المباراة طبعا الهولندي خلاص حكم هولندي حكم أوروبي حكم لا له في الوحدة ولا له في العين ولا يعرف الوحداوية ولا يعرف اسم نادي العين ولا يعرف اسم نادي الوحدة ولا يعرف أحد في الناديين ما عنده علاقة مع فلان ما عنده. وبالتالي نعم هي مباراة يتفرغ فيها الجميع هنا في أرضية الملعب لأن نشاهد مباراة كبيرة تقدم الانطباع الكبير على كرة القدم الإماراتية أين وصلت. طبعا وصلت عندما يعود الجمهور وتعود المستويات الجميلة والانطلاقة الآن في هذا المكان. الله جميع خطيرة للأمام فرصة هي الأولى هي الأولى والشرارة الأولى من سفيان رحيمي الشرارة الأولى من سفيان رحيمي في الانطلاقة الممتازة في الكرة الماضية جاء بعرضية عرضية صدت بالشباك الخارجية لكن لابا يصنعها للاعب خطير طبعا يعشق المساحات يعشق هذه الأماكن. ومن هذا المكان لو تذكرون في مباراة الجزيرة سجل بهذا الأسلوب سفيان رحيمي اللاعب اللي عنده من الأهداف حتى الآن 7 أهداف ثاني هدافي فريق نادي العين طبعا بعد الكبير لابا. لكن مباراة في المدرجات حتى الآن طبعا هي من تسرق الأضواء من الجميع. يا ريت دورينا وهذا الرجل منبهر وغريغوري منبهر وقبل أن تبدأ المباراة بساعات هنالك انبهار كبير من الجميع لأن هذه المباراة بهذه الأجواء الخيالية بالفعل. وتذكرون في عام 2005 في نهائي كأس السيد حضرة صاحب السمو رئيس الدولة حضر في مدينة زايد الرياضية 65,000 متفرج في قمة العين والوحدة في المباراة النهائية وكانت ولا زالت أعلى معدل حضور جماهيري في تاريخ مباراة ما بين ناديين في كرة القدم الإماراتية. اليوم المشهد طبعا وأنا متأكد لو كان الملعب فيه أكثر من 15,000 متفرج كان الحضور أكثر. هذا المشهد اللي شفناه طبعا كامل العدد في كأس العالم للأندية في مباراة الأهلي المصري اليوم موجود في قمة تعيدنا إلى الزمن الجميل في كرة القدم الإماراتية في ضربة حرة مباشرة لإسماعيل مطر. داني ماكيلي الهولندي هيسيل ستيجسترا الهولندي جان دي فريس الهولندي كلاير روبرت طبعا حكم فيديو أول وعندك الكبير إسماعيل مطر اللي عنده هدفين في هذا الديربي الكبير هدف سجله في 2009 وهدفا ثانيا في 2010 وبعد غياب السنوات طبعا سيكون سمعة سعيدة أنه هو يسجل في قمة هذا المساء في ديربي هذا المساء. كرة تلعب وتبعد الآن في الكرة الماضية في ضغط من جانب الوحدة في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة وفي تراجع عيناوي وفي احترام كبير طبعا كما يعلم الجميع عندما يتعلق الأمر بمن يسير دورينا. طبعا العين المتصدر بفارق 4 نقاط الوحدة المطارد المباشر مباراة أقوى خط هجوم العين أقوى خط دفاع نادي الوحدة ثاني أقوى خط هجوم نادي الوحدة أفضل هداف في دورينا ثاني أفضل هداف في دورينا كل هذه الأرقام المرعبة موجودة في استاد النيان وفي هذه التحفة الجميلة نحن
في ضيافة أستاد آل نهيان. والله طبعا يطول في عمر شيوخنا آل نهيان، أسرة آل نهيان، حكامنا طبعا، ويكونون لنا كما عهدناهم دائما سندا وذخرا للأبد إن شاء الله تعالى. المباراة بداية ممتازة جدا وحتى الآن تعطينا هذا الانطباع. كرة في وسط الملعب الآن، محاولة قائمة من جانب سعيد جمعة، موجود اليوم في مركز الظهير الأيمن، وشقيقة بالمناسبة فارس جمعة اللي سجل في مباراة فوز العين زمان في 4-0 للعين، سجل فارس جمعة. فارس جمعة موجود اليوم في طبعا دفاع فريق نادي الوحدة، وبالتالي شقيقة سعيد جمعة موجود في الجهة اليمنى من دفاع نادي العين. الشقيقان هنا وهناك، والمباراة حتى الآن في المدرجات أحلى 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 أحلى، المباراة في المدرجات أحلى. والكرة عن طريق برمان، طبعا يراهن كل مدرب على أصحاب الخبرة، ويراهن كل مدرب على الأرقام اللي بالإمكان أن تعطيه الإضافة في مباراة اليوم. العين عنده كرة في الكرة الماضي من برمان، وصلت الآن لجوانكا، خطير بالقميص رقم 10، محاولة المرور في الكرة الماضية لكنها تبعد وتعود الآن لخميس اسماعيل، واحد من أصحاب الخبرة المطلوبة في مثل هذه اللقاءات الكبيرة جدا. المباراة العودة، المباراة العودة، أنا شخصيا أجد بأنها الكلمة المناسبة لقمة الوحدة والعيد. المباراة العودة طبعا اللي أطلق عليها واحد من الوحدوية الكبار في تاريخ كرة القدم الإماراتية الكابتن عبد الله صالح، طبعا سماها المباراة العودة، وهي المباراة العودة. وفي المباراة العودة طبعا يتمنى كل لاعب أنه يظهر وأن يكون كبيرا في المباراة العودة من أجل أن يعطي إضافة لفريقه. هذه كرة خطيرة وصلت في هذا المكان الخطير عن طريق خطير فابيو، ما خطير، الله الله على الإبعاد، ولا زالت وحدوية ولا زالت خطيرة، والإبعاد من قائد فريق العين إنه بندر الأحبابي. في الكرة الماضية مباراة شد وجذب، ومباراة فيها مرتدة فيها مرتدة فيها مرتدة فيها مرتدة. في الكرة الماضية الكرة تبعد وتلعب وتصل، ما فيها شيء، نعم ما فيها شيء، القرار على ما فيها شيء عند عبد الله الكربي في الكرة الماضية وعن طريق خميس إسماعيل، وياهي بداية في المدرجات. المدرجات، عطني المدرجات يا مخرج المباراة، عطني المدرجات وتغنى بالمدرجات وشوف الشغف الكبير في المدرجات. هذه الكرة اللي لعبت بهذه الصورة، وعينك على رفعين، عينك على رفعين، الإبعاد بهذه الصورة الكبيرة، نعم. وفي لاعب عيناوي بالمناسبة طايح الآن في أرضية الملعب في الكرة الماضية. من يسجل المشهد الأول؟ من يكتب المشهد الأول؟ من يقص الشريط الأول؟ من يعلن الشرارة الأولى؟ من يشعل المدرجات في البداية الأولى؟ هذه طبعا الكرة اللي كانت في ياسين رحيمي في الكرة الماضية. بالمناسبة الفريقين يلعبون على بطولتين الفريقين، وهذه الصورة وهذا المشهد ما في كلام، ما في كلام، هذه صورة ما شفناها من سنين وسنين 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 وسنين. هذه مباراة في دوري كرة القدم الإماراتي، متابعنا الكريم في كل مكان، عندما يكون الوحدة والعين في أفضل مستوياتهم تكون المدرجات بهذه الصورة. اسماعيل مطر موجود الآن عن طريق محمود خميس، واحد من أصحاب الخبرة الكبيرة، والكرة تبعد من جانب سعيد جمعة، لكن يبدو لي تسلل على فابيو مارتينيز. بالمناسبة فابيو مارتينيز اليوم أيضا لاعب الشباب السعودي سابقا، جوانكا لاعب الشباب السعودي سابقا، كلاهما طبعا كان معا في الدوري السعودي في نادي الشباب. هذا فابيو مارتينيز، جوانكا موجود، وبالتالي قبل المباراة كان هناك عناق وكان هناك حديث وكان هناك استرجاع للذكريات، لكن العيناوي يسترجع ذكرياته مع الوحداوي، والوحداوي يسترجع ذكرياته مع العيناوي، والصورة ما في أجمل منها، والمشهد ما في أجمل منه. متابع قنوات أبو ظبي الرياضية الكريم والمجتمع الكريم كذلك في صوت الملعب، كرة جميلة تعود الآن لأدريان دا سيلفا في وسط الملعب. خميس إسماعيل، مباراة بدون أهداف، لكن لا تصدقون لا تصدقون، تنتهي الوحدة والعين بدون أهداف. طبعا التعادل يبقي فارق النقاط الأربع، كرة تلعب للأمام وتصل لخالد عيسى. عندك اليوم حارس منتخب الإمارات موجود هنا، خالد عيسى موجود، أيضا حارس مرمى منتخب الإمارات وهو محمد الشمسي. عندك قائمة طويلة بالمناسبة من اللعيبة الدوليين، وعندك الحضور التاريخي اليوم 15,000 في ملعب لو كان يتسع ل 30,000 متفرج بيكون أيضا كامل العدد في قمة كبيرة في كرة القدم الإماراتية. هذا خميس إسماعيل، البداية حتى الآن فيها بعض التحفظ، 10 دقائق مرت على زمن الشوط الأول من هذه القمة الكبيرة بدون أهداف. الدور الأول 1-1 لو تذكرون،
العين تقدم بهدف سفيان رحيمي في الشوط الثاني، لكن بعد ذلك الوحداوية تعادلوا عند الدقيقة 100 بالتمام والكمال عن طريق جواو، عن طريق عمر خريبي، مرور لجواو بيدرو في الكرة الماضية، فيها مرور في الأولى لكن بعد ذلك تبعد من محمد عباس وتعود الآن وتصل مرة أخرى لجواو بيدرو. المباراة لا تقبل الأخطاء إطلاقا، خطأ قد يكلفك الكثير، كرة تلعب للأمام، محاولة قائمة الآن لعمر خريبين، يأتي بالعرضية خطيرة الكرة الماضية ولازالت خطيرة، لازالت خطيرة لفريق الوحدة، لكن يحسب للفريقين لاعبين مباراة مفتوحة، ما في تحفظ إطلاقا، ما في فريق يدافع، فريقين بقوة هجومية، 40 هدف للعين طبعا في بطولة الدوري، وعندك أيضا 35 هدف لفريق نادي الوحدة في بطولة خطيرة. كرة تلعب الآن وتعود في هذا المكان الآن عن طريق هذا اللاعب اللي هو بندر الحبابي، ظهير ولكنه متقدم الآن فيها، طبعا اليوم يلعب في مركز خط الوسط لأن سعيد جمعة اليوم هو من يعوض في مركز المدافع، هذا هو سعيد جمعة شقيقة فارس جمعة موجود في نادي الوحدة في مباراة اليوم. الأجواء خيالية كما يتابع الجميع، كرة تلعب من رافا في هذا المكان جميل عن طريق بندر الحبابي، فيها محاولة المرور، فيها كرة تلعب للأمام ولا زالت خطيرة والتسديدة بها، الله 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 الله، التهديد الأول والكرة تلعب وتصل إلى ضربة ركلية أبعدها بأنامله، هذا إيريك، هذا البرازيلي يعشق الهجوم وكل البرازيليين طبعا يعشقون الهجوم، وفي ضربة ركنية كامل العدد، الصورة والمشهد واللوحة الفنية، هذه مو مدرجات، هذه لوحة فنية كاملة الأناقة، هذا المساء كرة تلعب الآن خطيرة للأمام عند محمد الشامسي حارس المرمى، في أيضا تهنية جميلة من نادي العين طبعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طبعا أسد الإمارات بمناسبة عيد ميلاده، طبعا كل عام وابتسامتك طبعا تسعد وطن، بادرة عينوية جميلة بالفعل لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لكن المباراة بهذه الأجواء الخيالية الجميلة، وحكم المباراة الهولندي حتى الآن مستمتع طبعا، الرجل اللي أدار قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان قبل ثلاثة أيام من الآن، كرة تلعب من جانب إيريك في هذا المكان السليم الآن عن طريق لابا، طالت على لابا كبير هدافي دورينا، وبالمناسبة لابا في آخر أربع زيارات لهذا الملعب لاستاد آل نهيان عند 10 أهداف، تصور ذلك عزيز المشاهد، 10 أهداف في آخر أربع زيارات ضد الوصل قبل عامين، سجل رباعية سوبر هاتريك في 6-5 في بطولة الكاس ضد الوحدة في الكلاسيكو في العام الماضي، سجل هدفين من أصل 4 أهداف، وضد الجزيرة هذا الموسم سجل هاتريك في مباراة 5-1، وضد الوحدة أيضا في قبل عامين في الدوري سجل هدف في فوز العين هنا 2-0، وبالتالي نعم ملعب بالنسبة له يسجل ثاني أكثر ملعب يسجل فيه بعد استاد هزاع بن زايد، لكن الوحدة في هذه اللحظات عنده محاولة، عنده كرة في هذا المكان السليم عن طريق خميس إسماعيل، ما ودك يرجعون زعلانين جمهور الفريقين، ما ودك يرجعون بيوتهم زعلانين يستمتعون، حتى الآن مباراة ممتعة بالفعل، كرة عن طريق إيريك فيها كرة الأمام عن طريق جوانكا، محاولة المرور لكن طالت على جوانكا، والمدرجات الوحداوي يعمل له شيء العيناوي يرد عليه، والعيناوي أيضا يقوم بتأليف بعض المقاطع الوحداوي يرد عليه، وبالتالي هذا ما يعطي الإضافة الكبيرة في عالم كرة القدم، هذا أربوليدا مع أهلان هذا اللاعب الخطير اللي هو جواو بيدرو كرة جميلة، 11 هدف لجواو بيدرو عن طريق محمود خميس، وصلت إلى جواو بيدرو، مباراة فيها لا تصدقون راح تنتهي بدون أهداف، محاولة الكربي عبدالله الكربي في الكرة الماضية تبعد عن طريق أحمد برمان وتصل في الجهة الأخرى لمحمد عباس، مباراة الاحتمالات الكثيرة جدا، لكن مرتدة عند لاعب يعشق المرتدات، أتكلم عن سفيان رحيمي في محاولة المرور في هذا المكان، الله الله على الكرة والكرة في هذا المكان والإبعاد الكرة إلى رمي التماس، مباراة تحييك ومدرجات تنعشك ومدرجات، لو تصور فقط لو كانت كل مدرجات دورينا وكل مباريات دورينا بهذا الحضور، الله 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 الله،
هذا اليوم الفخم، فخم من بداية بالمناسبة، فخم من بداية العنوية. حاضرين مغطين طبعا المكان المخصص لهم بالكامل، والوحدوية مغطين مكانهم بالكامل، ملعب كامل العدد. برمان عند الكرة الآن عن طريق بند الأحبابي، سعيد جمعة لبرمان مرة أخرى، كرة تلعب في هذا المكان، وصلت إلى إيريك. إيريك محاولة المرور، يأتي بالعرضية، العرضية موجودة، والإبعاد كذلك من علاء الدين زهير، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رامي التماسي. العين ضاغط في اللحظات الماضية، الوحدة كان ضاغط قبل ذلك، والمباراة لا شك ستستمر بهذا السيناريو، ما راح تكون الكفة مائلة لفريق إطلاقا طيلة المباراة. لذلك هذا السيناريو المعتاد طبعا في لقاءات الفريقين اللي فيها أفضلية، بالمناسبة تاريخيا في لقاءات الفريقين 26 مباراة، 6 مرات فاز الوحدة، 6 مرات تعادلوا، و14 مرة فاز العين على الوحدة في زمن الاحتراف، وحتى يوم ما تقابلوا في هذا الملعب في 12 مباراة الوحداوي فاز 3 مرات، العيناوي فاز 4 مرات، التعادل حضر في 5 مناسبات عندما يتقابلون في هذا الملعب في هذه التحفة الآن طبعا في استاد الهيان. كرة تلعب الأمام الآن بالخطأ، تعود لخميس معيل، وصلت لمحمود خميس. الشوط الأول من المباراة الكبيرة، المباراة العودة. نعم المباراة العودة، والمباراة العودة محتاج لها طبعا في اليوم الكبير، يظهر من يجملها، يظهر من ينقلها، يظهر من يكون بطلها، يظهر من يكون فارسها في اليوم الكبير، المباراة العودة. والمدرج طبعا الفخم الموجود هذا المساء في استاد الهيان، هذا علاء الدين زهير، هذا اسماعيل المطر، كرة وصلت الآن عمر خليبين جد، الله الله الله، واحلى يا خالد عيسى، حلوه يا عمر، حلوه عمر، واحلى خالد عيسى، الله يهي لقطه، الله يهي لقطه، نعم نعم، ساقطه ساقطه ساقطه، لكن تجد حارس مرمى موجود، وردت فعل الوحدويه على الكره الماضيه الخطيره جدا، اخطر كره في المباراه، الأخطر الأولى لمن؟ للعنابي، له ضربة ركنية، الآن كرة تلعب عالية وبالرأس، خطيرة، الله الله، تبعد خط خط، الله الله الله، هذه أحلى من هدف، أحلى 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 من هدف، أي والله أحلى من هدف، أي والله أحلى من هدف، عينك 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 على الكرة الماضية، أبعد خالد عيسى، وبعد ذلك هذه اللي أحلى من هدف، نعم، جميلة، خلفية مقصية أكادت أن تكون فيها شباك، طبعا كرة علاء الدين زهير، وبعد ذلك إبعاد من خالد عيسى، لكن بعد ذلك المقصية الجميلة الخطيرة، وتنعش الوحدوية طبعا، وتنعش المدرجات، مدرجات العنابي هذا المساء في المباراة الكبيرة. كرة تلعب الآن، لا زالت لفريق الوحدة، خطير في هذه اللحظات، كرة جميلة خطيرة، فرصة، الله سهل سهل سهل، قشرها أرسلها لك في المكان المحبب بالنسبة لك، وهو المكان اللي عادة تسجل منه الأهداف، لكنها مرت وضاعت فرصة ثمينة جدا للعنابي. أخطر الوحدة، أخطر الوحدة، نعم أخطروا بكرة بعيدة المدى من عمر خريبين، بعد خالد عيسى أخطروا بمقصية كبيرة من هذا النجم أبيدرو، وأخطروا كذلك أيضا من عمر خريبين اللي انفرد بخالد عيسى، وكاد أن يسجل الهدف الأول عند 19 دقيقة على زمن الشوط الأول من هذه القمة الكبيرة، من أكبر مباريات دورينا في هذا الموسم، عند التعادل بدون أهداف. هذا محمد عباس يرتكب خطأ، الوحدة أفضل في الدقائق الماضية، في خطأ لجوانكا، ياهو صوت، اي نعم ياهو صوت، انتم وحدكم من كسبتم الامسيه بكل حالاته، الامسيه ما انتهت، لكن انتم الكسبانين، انتم نجوم الامسيه هذا المساء. كره فيها مرور، فابيو مارتينيز، اسماعيل مطر، الوحده افضل في الدقائق الماضيه، هو اللي يسير الكره، كره خطيره، فرصه، هذه رابع محاوله في 5 دقائق على مرمى العين، رابع محاوله من عمر خريبين على مرمى العين. شوف عمر خريبين، يعني هذه
هو سددها بالمناسبة، هذه أقرب لأنها تكون تسديدة من جانب عمر خريبين في الكرة الماضية عند 20 دقيقة من عمر الشوط الأول حتى الآن. وعندك تعادل بدون أهداف، تعادل بدون أهداف، انتظار ترقب كبير وشغف كبير وانتظار في المدرجات وترقب في المدرجات وترقب في كل مكان في دولة الإمارات. مباراة طبعا لا شك أنها هي المباراة العودة في كرة القدم الإماراتية عبر كل التاريخ. عند 20 دقيقة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة الآن، الطاقم الهولندي حتى الآن مستمتع بالأجواء، مستمتع بالملعب، مستمتع بالحضور. طبعا في أجواء جميلة بالمناسبة في هذه الأيام. وكرة عن طريق سعيد جمعة عندما يطلب، يعني شوف أول مباراة طلب فيها نادي هذا الموسم الجزيرة، طلب طبعا طاقم تحكيم لمباراة أمام الشباب الأهلي في الجولة السابعة وفاز الشباب الأهلي. بعد ذلك الوحدة نفسها طلب حكم مباراة أمام الشارجة وحضر التوبياس ستيلر الألماني وفاز الوحدة 3-2 طبعا في ملعب الشارجة. هذا انطلاق الآن ما فيها شيء، حكم مباراة أشار لاستمرار الكرة الماضية وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ. هذه اللقطات راح نشوف منها كثير من الحالات هذا المساء، كثير من الحالات هذا المساء، لأن مباراة طبعا مباراة بطولة. العين يبغي يفرق، يبغي يوصل إلى 7 نقاط بعد ما كان عنده 6 نقاط، تعادل مع العروبة. وشوف شوف دار زايد، شوف دار زايد كيف محلاه يا ناس، حلوة وقلبي مغرما فيها، كم القمر يوم يظهر من محياها، هي غاية الحسن. يسلم كفي بانيها ويسلم الحضور كذلك الكبير، يسلم الحضور الكبير هذا المساء اللي يجمل المشهد، يجمل الصورة. كرة إلى ضربة حرة مباشرة، موجود إسماعيل مطر يرسلها للأمام عند خالد عيسى في الكرة الماضية طبعا بخبرة كبيرة. سمعة سجل في 2009 هدف الأول في مرمى العين، وسجل بعد ذلك بعام واحد هدف الفوز وكانت أيضا في العين، لكن شوف الهدفين سجلهم سمعة في العين، ما سجل في مرمى العين في أبوظبي، وبالتالي أن يسجل هدف الثالث في مرمى العين في الدوري ويكون في ملعب الوحدة وتكون في هذه المباراة الكبيرة العودة، لا شك بأن ذلك سيعني الكثير جدا لأحد أفضل لاعبي كرة القدم الإماراتية عبر كل التاريخ. في خطأ، الوحدة أفضل في الدقائق الماضية من عمر هذه المباراة الآن، لكن الوحداوي يقول في نفسه علي الآن أن أستثمر هذه الأفضلية، أستثمر هذه الأفضلية وبالتالي أسجل الهدف الأول في المباراة. كرة تبعد خطيرة، فرصة للأمام خطيرة، الوحدة الوحدة خطير، الوحدة خطير، والكرة من جواو بيدرو في الكرة الماضية، لكن على تردد، في تردد من دفاعات العين في الكرة الماضية. الله يا المشهد، الله يا الصورة، هذا اللي ينعش دورينا، هذا اللي يخلي دورينا يرتقي، هذا اللي يخلي دورينا يرتفع، هذا اللي يخلي كرة القدم في الإمارات تتقدم للأمام. هذه محاولة قائمة الآن، محمد عباس يغطي على كرة أمام أدريان سيلفا لاعب طبعا البرتغالي القادم من سامدوريا الإيطالي، طبعا إضافة لا شك لاعب ارتكاز بمعنى الكلمة. وبالتالي نعم هذا اللاعب بالقميص رقم 23 والحضور طبعا من جانب جماهير نادي الوحدة. وكما ذكرت يعني أنتم من أعدتم لنا الأمل في أننا شعب عاشق لكرة القدم. قول وفعل، قول وفعل، الوحدة بدون أهداف أمام العين، والعين في ضيافة الوحدة بدون أهداف حتى الآن، وحتى الآن يبقى فارق النقاط عند 4 نقاط ما بين المتصدر والوصيف. الوحدة طبعا تصدر لمرة واحدة في الجولة الأولى بعد ما فاز برباعية على العروبة خارج أرضه، وبعد ذلك منذ الجولة الثانية الصدارة لم تغادر مدينة العين، لكن انطلاقة في هذا المكان عن طريق إريك، إريك، إريك موجود أمام عبد الله الكلبي، هذا إريك للخلف الآن، برمان يملك كرة من سفيان رحيمي للتعود الآن، محمد عباس لسعيد جمعة، بندر الحبابي، سعيد جمعة، فيها مرور وفيها صافرة هولندية، صافرة هولندية جاء من البرنابيو في مباراة مجنونة طبعا
أمام ريال مدريد وباريس سان جيرمان 3-1. يتأهل ريال مدريد، يخرج باريس سان جيرمان. هذا الرجل كان في مدريد، كان في البرنابيو، أدار مباراة صعبة بكل معنى الكلمة. يدير هذا المساء مباراة يراها الكثيرون أنها مباراة البطولة في أجواء بالفعل، وكأنها مباراة تحسم البطولة. يعني ما تقول هذه في الجولة رقم 19 وباقي 7 أسابيع كاملة طبعا، لكن حتى الآن ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة يتركها جوانكا لبندر الأحبابي، عالية وللأمام بالراس، تبعد وتعود والتسديدة قوية. الله، حلوة 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 حلوة، فيها ضربة ركنية، فيها ضربة ركنية. طبعا حكم المباراة يشير بأن هناك لمس هذه الكرة، وهنا إيرين قوية قوية كانت، ويرى حكم المباراة دانيلي هذه الكرة في المكان. طبعا داني ماكلي هنا هل لمسها؟ طبعا محمد الشامسي، لدينا كرة إلى ضربة ركنية الآن، ولدينا مباراة لا زالت في الملعب، لا زالت في الملعب. كرة من ضربة ركنية تلعب ولابا وإلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. اليوم نجم المباراة الجمهور، قبل أن تبدأ المباراة نجمها الجمهور، أثناء المباراة نجمها الجمهور، بعد المباراة بعد ما تنتهي نجمها الجمهور. الجمهور بالفعل هو اللي حل الليلة، هو اللي حل الأمسية، هو اللي يجعل كرة القدم بهذا الشوق الكبير الجارف في عالم كرة القدم. كرة تلعب للأمام الآن، دانيلو أربوليدا، إسماعيل مطر، لكن موجود بخبرة كبيرة طبعا، لاعب كولومبي كما يعلم الجميع. محاولة عن طريق إيريك، مباراة متكافئة مع فرص أخطر للوحدة في المباراة، فيها تقدم الآن من الكرة الماضية. كرة تلعب باتجاه سفيان رحيمي أمام الكربي، نفس الرقم 21، عبدالله الكربي 21، سفيان رحيمي. تعود الآن إلى إيريك، إيريك 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 عيناوية في هذا المكان بالخطأ من جانب جوانكا، والكرة تلعب وتبعد وتعود أيضا بالخطأ. ومحمد عباس الآن إلى دانيلو أربوليدا، طبعا جاء بعد إصابة ياسين مرياح، وموجود اليوم كوامي كويدو في قائمة البدلاء. بالنسبة لفريق العين في كثير من الخيارات عند الوحداوية، في كثير من الخيارات عنده طبعا. وكرة جميلة تلعب الآن لبندر الأحبابي، الله على العرضية، لا الله 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 يا خميس إسماعيل، الله يا خميس إسماعيل، على الثقة، على الثقة في منطقة الجزاء أنك ترجع الكرة بالصدر بهذه الصورة. كرة عن طريق سفيان رحيمي، شوف كل فريق حاط المباراة بأهمية الكبيرة، خطيرة للأمام في ضربة ركنية. عاد العين لأن يكون الأفضل الآن، في فترات شفنا الوحدة أفضل، والآن نشوف العين الأخطر. نعم العين عندها ركنية وركنيتين وثلاث متتالية تقريبا، شوف الركنيات ثلاثة للعين مقابل ركنية واحدة لفريق نادي الوحدة في المباراة العودة. المباراة العودة، كرة إلى ضربة ركنية عالية وللأمام بالرأس، لكن تبعد من جانب جواو بيدرو. هذا هو طبعا لعب إيريك، والكرة الله على المرور في الكرة الماضية، والكرة فيها خطأ بأثر رجعي، أثر رجعي، أثر رجعي، أثر رجعي، خطأ لصالح نادي الوحدة. الخطأ موجود بالمناسبة على إيريك، حتى الآن ما طلع الكرت الأصفر، حتى الآن ما طلع، طبعا خطأ هنا. حكم مباراة شاف أن الكرة لصالح الوحدة، قال لك خلي الكرة تستمر، استمرت الكرة بعدما فقد الكرة نادي الوحدة، عادل الخطأ الأول. طبعا حكم بخبرة كبيرة 39 سنة، ضابط شرطة بالمناسبة، في يعمل في الشرطة، يعني إذا عديت منه في القانون في التحكيم ما راح تعدي منه في، لأنه رجل أمن، رجل أمن في الشرطة. وبالتالي مباراة طبعا هذا الرجل السيد عيسى غريغوري، وعندك أيضا سيرجي ريبروف، مباراة بطولة. نعم باقي 7 أسابيع بعد هذه الجولة، لكن كل الأجواء تقول لنا بأننا أمام مباراة بطولة. نعم مباراة لا شك أنها تضع الكثير من النقاط على الحروف عندما يتعلق الأمر بهوية الفريق الفائز والفريق الخاسر. هذا المساء كرة جميلة إلى ضربة ركنية ثانية للعنابي، أصحاب السعادة يبغون السعادة اليوم، والزعيم القادم من العين يريد أيضا أن يوسع الفارق وأن يذهب وأن يقترب أكثر، والحضور الكبير الجميل هذا المساء طبعا في استاد الهيان في ضربة ركنية، ضربة ركنية، صوت صوت
الصوت هو اللي يحيي كرة القدم، هو اللي ينعش كرة القدم. كرة قدم بدون جمهور تكون ميتة، ما تكون لعبة بهذه الفتنة. كرة إلى ضربة ركنية ولكن حكم برات يتحدث هنا، داني ماكيلي 39 سنة كما ذكرت، حكم أيضا أدار بطولة كأس العالم للأندية. والأجواء في المدرجات والحضور في المدرجات والضربة الركنية في الملعب، كرة تلعب عالية وتبعد الآن من جانب لابا إلى إسماعيل مطر، كرة تلعب عالية من سمعة والمحاولة مستمرة والإبعاد إلى ضربة ركنية ثالثة للوحدة، ثلاث ركنيات للوحدة الآن، ثلاث ركنيات للعين أيضا قبل ذلك. وبالتالي مباراة التعادل في كل شيء، في كل شيء. وربما الآن المشاهد يسمعني ويقول يا ريت كل المباريات العين الوحدة، يا ريت كل مباريات دورينا وحدة وعين أو عين وحدة. كرة من ضربة ركنية خطيرة بالرأس تلعب ولا زالت قائمة، وإبعاد من جانب محمد عباس. الوحدة في هذه اللحظات يعود لأن يجعل العين يدافع، والعين في بعض اللحظات جعل الوحدة في موقف المدافع، وهذا المنتظر في مباراة اليوم. كرة تلعب أمام من محمد عباس لبند الحبابي، ما فيها شيء، حكم المباراة يشير. كرة من إسماعيل مطر في مكان خطير، خطير عندك خطير وعندك لاعب آخر خطير، وكرة تلعب بالفعل ونزالت للخطير الكبير، والكرة تبعد من جانب أربوليدا لبند الحبابي، رمي التماس للعين. هذه مباراة موسم، هذه مباراة حصاد، هذه مباراة توديك فوق، هذه مباراة تقربك، هذه مباراة تنعشك، هذه مباراة تصنع لك كثير من الطموحات، هذه مباراة تقربك لا شك في ذلك. ولذلك هي مباراة الترقب طبعا. وربما من السنوات النادرة أن أسبوع أو 10 أيام قبل مباراة العين، قبل هذه المباراة، قبل هذا الدرب الكبير، ما في حديث في أبوظبي والعين إلا عن هذه المباراة العودة. الكرة بالفعل لسفيان رحيمي، سفيان رحيم، الله، قوية من سفيان رحيمي، ولكنها أيضا خارج أرض الملعب. في الكرة الماضية مر وكشف المرمى ولاحظ بأن الزاوية البعيدة موجودة، لكن التنفيذ ما كان بالصورة التي كان يتمناها. نعم، أتحدث عن سفيان رحيمي في الكرة الماضية بدون أهداف. شوف كم لاعب دولي في الملعب، سواء في منتخب الإمارات أو في منتخب سوريا أو في منتخبات أخرى، يعني هذا يكفي. ما بين فريقين فقط هم من تصدر دورينا. أنا قلت الوحدة تصدر الجولة الأولى والعين من الجولة الثانية، يعني ولا فريق في دورينا في دوري أدنى كل المحترفين تصدر الدوري إلا هذين الفريقين، ونحن نتكلم الآن عند الجولة رقم 19. كرة للأمام، محاولة مستمرة، كرة في وسط الملعب تعود إلى أدريان سيلفا. الوحدة في هذه اللحظات أفضل تنظيما، أكثر انتشارا عن طريق عمر خريبين، عبد الله الكربي تعود لوسط الملعب الآن عن طريق أدريان دا سيلفا، لكن موجود في الكرة الماضية اللي هو أحمد برمان، مرة أخرى للكربي عالية وللأمام خطيرة الكرة الماضية ولازالت قائمة، والكرة عند خالد عيسى. في ضغط وفي تهديد، التهديد موجود لا شك في ذلك، لكن مباراة حتى الآن عند 33 دقيقة من عمرها في الشوط الأول من هذه القمة الكبيرة التي حتى الآن من يسرق الأضواء فيها هو الجمهور. الجمهور، هذه الجماهير اللي تصنع السعادة والفرحة والمتعة، متعة كرة القدم. كرة عن طريق بالفعل سعيد جمعة، تصل الآن لمحمد عباس، نقلت لبندر الحبابي، ربما يأتي بالعرضية في هذا المكان، العرضية موجودة والكرة بتمر والكرة تبعد الآن من جانب عبد الله الكربي، رمي تماس لفريق العين. لا تعلم ولا تعرف ولا يمكن أن تتوقع وين تروح الأمور. في لحظة تشاهد العنابي خطير، وفي لحظة تشاهد العيناوي في غاية الخطورة، والكرة عن طريق سعيد جمعة اللي تقدم في الكرة الماضية تعود مرة أخرى محمد عباس لبرمان، هذا بندر الحبابي عالية خط، الله الله، وقفت العيناوية يا سفيان رحيمي. نعم، وقفت العيناوية، كل العيناوية في الكرة الماضية، هذه اللعبة الأولى،
هذه الأولى من جانب محمد عباس وبعد ذلك بندر لكن الرأسية كانت عن طريق سفيان رحيمي. مرت أيضا مباراة الفرص في الشوط الأول، فرص موجودة في الشوط الأول طبعا صعبة لأنها هي جاية من وضعية متحركة وكانت باتجاه لابا في المرة الأولى، مرت من لابا ولكنها أيضا وصلت إلى الخطير سفيان رحيمي. نادر ما يسجل بالرأس، بالمناسبة سفيان رحيمي هو لا يسجل بالرأس بصورة كثيرة. 7 مرات حاول الوحدة على مرمى العين، 6 مرات حاول العين على مرمى الوحدة. مباراة متكافية وديربي كبير متكافي حتى الآن عن طريق بالفعل خميس إسماعيل في هذا المكان. فابيو ما الله 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 على الكنترول يا رجل، الله عطني 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 كنترول فابيو مارتينيز. اي والله متعني 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 متعني. الله 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 يا ولد، لان في المدرجات هنالك من يحفز المدرجات. شوف هذه الكرة طبعا ومرت من أمام فابيو مارتينيز والوحداوي خطير جدا عندما يقترب من مرمى خالد عيسى. كرة تلعب للأمام، 36 دقيقة من عمر الشوط الأول بدون أهداف، وكل المباريات اللي كانوا فيها حكام أجانب شهدت أهداف وشهدت فوزا. شباب الأهلي على الجزيرة 2-1، الشارجة خسر أمام الوحدة في الشارجة 0-3، العين في هذا الملعب فاز على الجزيرة 5-1. وهذه المباراة الآن مع حكم هولندي داني ماكيلي حتى الآن عنده تعادل بدون أهداف عن طريق برمان رافائيل اللي سجل طبعا وأنقذ العين من الخسارة في مباراة العروبة عند الدقيقة 86. كان العين متأخر بهدف نظيف، العين ما فاز على العروبة طبعا في مبارتين هذا الموسم، تعادل مرتين. هذه الكرة مرت من أمام فارس جمعة، فارس جمعة العيناوي سابقة طبعا، معتز أيضا عبد الله حارس المرمى لاعب للفريقين، هذا الكبير لاعب للفريقين، أيضا ياسر مطر أخو سمعة لاعب للفريقين أيضا، وعندك جوجاك الأجنبي المجري لاعب للفريقين كذلك، مجموعة كبيرة سلطان غافري لاعب للفريقين، مجموعة كبيرة من لاعبي الفريقين لعبوا للفريقين عبر التاريخ. لكن هذه مباراة طبعا مختلفة، وهذه الجولة رقم 19 الآن، والفريقين كما يعلم الجميع بخسارة واحدة والانطلاقة لسفيان رحيمي. سفيان رحيمي العيناوي ود اليوم ان مهارات سفيان رحيمي تظهر اليوم، تبان اليوم في هذه المباراة اللي كل لاعب يريد ان يقدم الافضل في مسيرته في مباراة هذا المساء. عن طريق محمد عباس يترك فارس جمعة لحارس مرمى، طبعا لوكاس بيمينتا يغيب عن نادي الوحدة، مدافع برازيلي مقيم مميز جدا، كان في بعض الشكوك حول غياب سمعة طبعا في مباراة اليوم لكنه موجود وحاضر ويعطي الإضافة. يعني سمعة خذ منه ساعة كاملة سمعة ممكن يعطيك الإضافة وبعد ذلك ممكن المدرب طبعا يغيره بناء على طبعا هبوط معدل اللياقة البدنية، وضع طبيعي جدا طبعا بالنسبة للاعب كبير عمره 38 سنة لا زال يعطي الكثير من الإضافة. كرة في وسط الملعب الآن، محاولة قائمة عن طريق سفيان رحيمي، هذا جوانكا، الله 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 للأمام، والكرة برافو الشمسي برافو الشمسي برافو الشمسي، نعم كرة باتجاه برمان اللي انطلق للأمام ووصلت الكرة صح، لكن قطع عليه كل المسافة اللي هو طبعا محمد الشامسي حارس المرمى. دائما يقولون ردة فعل حارس المرمى، ردة فعل، والشامسي بالفعل ردة فعله كانت خيالية في الكرة الماضية عن طريق جوانكا، لا زالت إلى جوانكا، كرة تلعب في هذا المكان باتجاه لابا، يطلب المساندة، لا زالت الكرة للابا، يتقدم لابا الآن ويأتي بكرة للأمام، الله في المكان الخطير، فرصة والكرة تبعد من علاء الدين زهير. خطورة عيناوية كبيرة في هذه اللحظات، خطورة عيناوية كبيرة في هذه اللحظات طبعا، ودائما جوانكا ودائما أيضا سفيان رحيمي هم من يصنعون خطورة العين في المحاولات وفي الألعاب البينية. كرة من جانب عمر خريبين، شوف المدرجات عينك، اسمع صوت المدرجات، هدير المدرجات وشوق المدرجات، فيهم شوق
لكرة قدم مختلفة، كرة قدم مختلفة بالفعل تقدم هذا المساء في المدرجات. كرة عن طريق إسماعيل مطر، جميلة من سمعة، عبد الله الجربي في الجهة اليمنى. الشوط الأول بدون أهداف، الدقيقة 40، كرة عالية وللأمام، خالد عيسى بثبات، خالد عيسى بثبات في الكرة الماضية لأجوانكا في وسط الملعب، كرة جميلة، الله، نقلة ونقلتين وثلاث ثلاث وصلت إلى سفيان رحيمي، سفيان رحيمي 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 في هذا المكان، كرة للأمام وعند حارس المرمى محمد الشامسي، حارس المرمى محمد الشامسي. الفريقين تقريبا حطوا كل ما عندهم ربما في الشوط الأول، في فرص في فرص في ضياع فرص، موجود ضياع الفرص في محاولات جادة، العينوية كانوا يتمنونها في الشباك في الكرة الماضية، نعم لأن الكرة كانت في مكان جيد بالنسبة إلى جوانكا اللي بالفعل في الكرة الماضية عند الدقيقة رقم 40 دقيقة الآن، مرت سريعة جدا بالمناسبة، اللي محللها الجمهور اللي محللها الجمهور. كرة عن طريق بند الحبابي خارج الملعب، رمية تماس، ما يموت تورينا وهؤلاء جمهوره، اي والله ما يموت تورينا وهؤلاء جمهوره وهؤلاء عشاقه. هذه كره في وسط الملعب الان من بيدرو علاء الدين زهير، الضغط العيناوي متقدم، وصلت للي بالفعل عمر خريبين، لكن أربوليدا موجود بتغطيه ممتازه من جانب الكولومبي، أربوليدا في الكره الماضيه صافره هولنديه على وجود خطأ. هذا اللاعب اللي كان مراقب لكريم بنزيما في مباراة طبعا شريف المولدوفي في أول مباراة لو تذكرون في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كانت في البرنابيو، فازوا على ريال مدريد 2-1 وين في البرنابيو، لكن الصورة وأبو ظبي الجميلة وفي استاد آل نهيان وفي قلب أبو ظبي وفي ملعب في أجمل حلة، في أجمل صورة، في أجمل مشهد، في أجمل أمسية، في أجمل ليلة. كرة تلعب عالية الآن وتبعد من جنب علاء الدين زهير، خميس إسماعيل، عمر خريبين في الكرة الماضية، وصلت إلى سمعة كبير دورينا، سمعة كبير لاعبي دورينا، حكم مباراة أيضا أشار لاستمرار الكرة الماضية، وبالتالي شوف حكم أجنبي ما فيك تكلم، خلاص ما فيك تكلم، لا مثل ما قلت في بداية لا يعرف العين ولا يعرف الوحدة، قالوا له تعال حكم مباراة مهمة في دورينا، وبالتالي نعم حتى أخطاء تكون مقبولة، حتى أخطاء تكون مقبولة حكم مباراة الأجنبي. كرة جميلة كانت لفابيو مارتينيز، لكن من لاعب يقدم مباراة ممتازة للأمانة، أتكلم عن محمد عباس في وسط الملعب اليوم، أحمد برمان يأتي بكرة في هذا المكان لبندل الحبابي، اليوم أدواره هجومية طبعا، بندل الحبابي يرجعها للخلف، ما في مساندة أمامية، المساندة تأتي من الخلف من سعيد جمعة لحارس المرمى طبعا خالد عيسى. مباراة الاحتمالات لا زالت في الملعب، لا زالت في الملعب، حتى الآن الوحداوي ما فاز، وحتى الآن العيناوي ما فاز، وحتى الآن العيناوي ما خسر، وحتى الآن الوحداوي ما خسر، وحتى الآن التعادل اللي يبقى الأمور عنده 4 نقاط، طبعا هذا لا يرضي الوحداوية في المقام الأول، ربما أقول ربما تكون نتيجة يعني مرضية بالنسبة للعيناوية أن يبقي فارق النقاط 4 وخلاص ما عنده مباريات أمام فريق الوحدة، يكون الدور الأول تعادل، يكون الدور الثاني تعادل مثلا، لكن المباراة لا زالت في الشوط الأول، باقي 3 دقائق على زمن الشوط الأول من هذه المباراة. الآن كرة كانت لبند الحبابي، تعود محمود خميس، صافرة رمية تماس في الكرة الماضية، الوحدة طبعا قادم من 6 حالات فوز متتالية، يا سلام 6 حالات فوز متتالية، وطبعا عند نهاية كأس رئيس الدولة كما ذكرت يعني عند بطولتين، طبعا هو ضحى ببطولة كأس الرابع، اي نعم راح ضحى بالبطولة، لأن لو تذكرون في مباراتي الشباب الأهلي لعب بالصف الثاني بالشباب، هذه انطلاقة الآن، هذه محاولة، هذا سفيان رحيمي، هذه محاولة المرور في الكرة الماضية لا زالت عيناوية، لكن تبعد وتعود الآن لهذا اللاعب اللي هو علاء الدين زهير، علاء الدين زهير يأتي بكرة للأمام. الشوط الأول باقي عليه دقيقة ونص، وحتى الآن ما في كلمة يعني أقيلت بصورة كبيرة، نعم فرص موجودة، كانت فرص موجودة لكن لم تستغل، بندل الحبابي عند الكرة في المكان السليم،
الله على الاستلام بالكرة الماضية، لكن أبعدت وعادت ووصلت لإسماعيل مطر أحد رجال الشوط الأول بالمناسبة سمعة، أحد رجال الشوط الأول سمعة في مباراة اليوم طبعا، حاضر بهذا العمر الكبير، بهذا الثبات في الأداء، بهذا الحضور، بهذه الفاعلية، بهذا التأثير. ليس سهلا أن تلعب حتى سن 38 سنة في ملاعبنا العربية وتبقى مؤثرا وتبقى منتجا وتبقى فاعلا وتبقى تعطي الإضافة. كرة لصالح نادي الوحدة من إسماعيل مطر، جميلة من أدريان سيلفا، وصلت إلى فابيو مارتينيز. فابيو مارتينيز لازالت أدريان سيلفا قوية ولكنها عالية، عالية من البرتغالي، عالية من البرتغالي. عندك برتغالي موجود هنا، وعندك فابيو مارتينيز أيضا برتغالي، وعندك روبن فيليب أيضا برتغالي يحضر في مباراة اليوم، ولكنه في مقاعد البدلاء بالنسبة لنادي الوحدة. وصار لنا فترة طويلة ما شفنا العين الأول والوحدة الثانية، يعني هذا المشهد الآن طبعا، هذا المشهد اللي عندك الآن، هذه الصورة. وكما يقولون أعطني مدرجات ممتلئة كهذه أعطيك كرة قدم، أعطيك لوحة فنية. كرة من سعيد جمعة، بمباراة الموسم ربما، طبعا في مباريات متبقية كثيرة بالنسبة للفريقين، يعني ما فينا نقول هذه مباراة حاسمة، لكنها مباراة في غاية الأهمية كما يعلم الجميع بالنسبة للدوري. طبعا الوحدة بقل الإمارات، بقل الضفرة، بقل الشارجة، بقل عجمان، بقل كلبة، بقل الجزيرة، بقل النصر. هذه مباريات الوحدة السبعة المتبقية، بينما العين عند الوصل الجولة القادمة الشباب الأهلي، بعد ذلك عند مباراة الضفرة خارج أرض، عند مباراة الجزيرة في ملعبه في العين، عند مباراة النصر. هذه محاولة عن طريق سفيان رحيمي في الكرة الماضية، العين باقي له عجمان، وآخر مباراة للعين أمام الشارجة. وبالمناسبة الشارجة سيقابل الوحدة وسيقابل العين. لاحظ الكرة الماضية ضربت في طبعا على أدين زهير، وضربت أيضا في قدم سفيان رحيمي، وتحولت بالتالي إلى ضربة مرمى هي الأولى مع بداية الشوط الثاني من هذه القمة الكبيرة، المباراة العودة كما أطلق عليها طبعا الطيب الذكر عبد الله صالح، لكن الكبير العود اللي عندنا الآن في أرض الملعب إسماعيل مطر. كرة من جانب عمر خريبين، جواو بيدرو لعمر خريبين في هذا المكان، التقدم موجود لعمر خريبين، لازالت المحاولة وحدوية، كرة تلعب للأمام إسماعيل مطر، الله الله الله، لازالت التسديدة وعند خالد عيسى، خطيرة فرصة، وحكم المباراة يحتسب وجود خطأ طبعا، يحتاج هنا فابيو مارتينيز، وحكم مباراة الهولندي داني ماكيلي أشار لوجود خطأ في الكرة الماضية. بدأ إسماعيل مطر بهذه الصورة، وبعد ذلك التسديدة كانت، شوف فيها بعض التباطؤ من خالد عيسى، فيها اشتراك مع فابيو مارتينيز اللي تابع الكرة الماضية بينه وبين خالد عيسى. هذه اللقطة هنا طبعا الاحتكاك مع خالد عيسى، حكم سلامات 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 لخالد عيسى، ساقط الآن في أرض الملعب. مباراة بالمناسبة يعني تحظى بمتابعة خارج الإمارات، وهذا منتج جميل جدا، هذا منتج جميل. طبعا هنا احتجاج من جانب جواو بيدرو، يقول له ما في احتكاك، حكم المباراة الوحداوي يطلب من حكم المباراة العودة للفار. في الكرة الماضية كرة تلعب عالية، الشوط الثاني يبدأ بتهديد مباشر من جانب الوحداوية، نحن في ملعبنا، نحن في أرضنا، نحن في بيتنا الكبير، وبالتالي نحن نعم نصدر انذارا مبكرا للفريق العيناوي للزعيم القادم من العين بأن الشوط الثاني سيكون مذهلا أكثر عندما يتعلق الأمر بمباراة الاحتمالات، كل الاحتمالات. لما يكون العين والوحدة بهذه الصورة في المراكز الأولى وجمهورهم يعود، كرة القدم تتنفس، كرة القدم الإماراتية تتنفس، تعود للابتسامة، تعود لها الابتسامة المفقودة. وياريت أنا قلت في مداخلتي مع الزملاء في الاستوديو، ياريت هذه يعني الشرارة تحرك الغيرة عند كل الأندية الأخرى. نشوف الوصل والنصر، نشوف الشباب الأهلي والنصر، نشوف الشباب الأهلي والوصل، نشوف الشارجة مع هذه الأندية، يكون المدرجات كل المدرجات كاملة العدد. لكن شوط ثاني بنفس وتيرة شوط المباراة الأول، محمد أو سفيان رحيمي، وصلت الآن لمحمد عباس، تنقل للأمام، مرور مرور مرور، خطيرة خطيرة، الكرة الماضية تعود لإريك، فيها مرور في الكرة الماضية والإبعاد يأتي، والكرة
توتر لا شك في ذلك، لأن كل فريق بأقدام مرتجفة في بعض الأحيان، بأقدام مرتجفة تتخاف اليوم تخسر، وبالتالي الفريق الفائز اليوم تكون معنوياته في السماء عندما يتعلق الأمر بالفوز في ديربي كبير هنا في العاصمة أبوظبي. انطلاقة في الكرة، يا سلام على سمعة، سمعة سمعة يصنع شيئا من لا شيء، هذا سمعة ابن 38 سنة يصنع شيئا من لا شيء في الكرة الماضية، تعود الآن صافرة وخطأ، سلامات لبندر الحبابي أيضا. شوف هذه الكرة مشتركة ما بين طبعا 31 سنة و 34 سنة، 31 سنة تكلم عن بندر الحبابي، 34 سنة أتحدث عن لاعب دولي كبير محمود خميس، والمباراة بالمناسبة في هذا اليوم 12 مارس، ومارس بالمناسبة الكفة للعين، لأن في مارس 2011 فاز العين 2 لا شيء هدفي البرازيلي الياس، في مارس 2018 العين فاز 6-2 في العين لو تذكرون، وفي مارس أيضا من العام الماضي فاز العين هنا 4-0، وبالتالي مارس شهر مارس يبتسم للعين في لقاءات الفريقين، ولكن حتى لا نتكلم عن مباراة لا زالت عند التعادل بدون أهداف، كرة تلعب الآن، محاولة قائمة عن طريق سعيد جمعة، العين في هذه اللحظات هو الفريق المستحوذ، كرة كانت عينوية وصلت وحدوية، عادت وحدوية، نقلت في وسط الملعب، خميس معي المرور في المرة الأولى وبعد ذلك الخيار لمحمود خميس، لكن ما في أجمل من طبعا إذا كان لي أن أختار رجل لهذه المباراة فهو الجمهور لا شك في ذلك، لكن انطلاقة لجوانكا في الكرة الماضية، مرور الله بعد ذلك، وسلامات سلامات سلامات لعلاء الدين زهير، سلامات لعلاء الدين زهير، لكن 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 مباراة في الشوط الثاني الفرص تتوالى، الفرص تتوالى، شوط المباراة الأول في فرص، والشوط مين يقول هذا ظهير أيسر، الشوط الأول سدد مرتين والشوط الثاني يسدد الآن في بداياته، والصورة أجمل من أن توصف، والصمت في حرم الجمال مرة أخرى جماله، والعينوية حاضرين والوحدوية حاضرين، والمباراة في المدرجات أجمل 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 حتى الآن، عند 7 دقائق من شوط المباراة الثاني، 7 دقائق من شوط المباراة الثاني، والمشاهد والمستمع اللي يسمعني الآن يقول إيه نعم إيه نعم، يا ريت كل المباريات وحدة وعين عين ووحدة، لأن الحضور اليوم، الحضور اليوم وكأن منتخب الإمارات يلعب مباراة جدا 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 تودينا كأس العالم، تودينا كأس العالم، عندنا مباراتين طبعا مع العراق في بغداد، أول منتخب طبعا يكسر طبعا غياب المنتخبات العراقية عن اللعب في العراق الشقيق في ملاعبها بعد أكثر من 20 سنة، ولدينا أيضا بعد ذلك المباراة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية في دبي، بعد ذلك نتعرف على موقف منتخب الإمارات، هل ضمن المركز الثالث الذي يؤهل هذه كرة ضربة ركنية الآن، كرة من ضربة ركنية الآن، ضربة ركنية الآن، الشوط الثاني من المباراة، السيناريو مستمر، الركنيات تستمر، ركنية للعين تلعب عالية وللأمام، وسفيان رحيمي يفقد كرة الماضية، محاولة لأدريان سيلفا، هذه مرتدة الآن، مرتدة وصلت للاعب يجيد التعامل مع المرتدات، لكنه أعاد الكرة بعد ذلك لزميلة اللي هو محمد الشامسي، في ضغط عيناوي رهيب في هذه اللحظات يمارس على الوحداوي الذي طبعا تأتيه الكرة، هذه كرة القدم الحديثة، دائما أقول ذلك، كرة القدم الحديثة الآن تعتمد على اللياقة البدنية الرهيبة، الدور الأول 1-1، الدور الثاني بدون أهداف، تعادل في الدور الأول، تعادل في الدور الثاني، وبالتالي حتى الآن تبقى الأمور عند فارق النقاط الأربع، هل يتغير الوضع؟ هل تبقى الأمور كذلك؟ هل يعيدها الوحدة إلى نقطة واحدة؟ أم يذهب بها العين إلى 7 نقاط كاملة؟ السؤال مطروح والإجابة تترك للدقائق القادمة المثيرة جدا، كرة عالية للأمام عند حارس مرمى محمد الشامسي، عند محمد الشامسي عن طريق عمر خريبين، كرة في الجهة اليسرى،
جهة مدرجات العنابي، بينما محاولة لجواو بيدرو. جواو بيدرو أمام أربوليدا، مدافع ممتاز بالمناسبة أعطى الإضافة، ولديه كرة الآن، محاولة يفكر في التسديد البرتغالي، لكنه قرر بعد ذلك للزميل عبدالله الكربي إسماعيل مطر. عبدالله الكربي لخميس إسماعيل، يفكر في وحدة ربما بعيدة المدى، هكذا يفكر. نعم سمعة موجود الآن، والكرة تلعب وصدت ووصلت الآن إلى جوانكا، وجوانكا يفكر في التمرير للزميل، وصلت الآن إلى برمان. شوط ثاني بنفس السيناريو، نفس السيناريو تماما، نفس السيناريو، والكرة لابا لكن أمام خميس إسماعيل، ومن أمام أيضا محمد عباس تبعد. يهو شد وجذب في المباراة، الوحدة بالمناسبة ما فاز في الكلاسيكو في هذا الديربي الكبير في آخر أربع مباريات، ثلاث مرات فاز العين آخر أربع مباريات وتعادل. وهذه كرة من جانب إسماعيل مطر عن طريق عمر خريبي، وصلت الخطير فابيو مارتينيز البرتغالي، جاء بكرة لمحمود خميس عالية عالية وللأمام، كنترول من جانب عمر خريبين، ولكن موجود الآن عن طريق هذا اللاعب اللي هو إريك في الكرة الماضية. كرة تبعد، وسلامات إن شاء الله تعالى للاعب، بالفعل اللاعب المصاب الآن في أرضية الملعب وهو إريك. مباراة تفاصيل لا شك، تفاصيل صغيرة ممكن تنهي الليلة كبيرة، كل التفاصيل حاضرة، كل التفاصيل على البال، على البال كل التفاصيل، والحل والترحال والنار والهيل والقمرة اللي نورت ليل ورا ليل، ونحن في ليل أبو ظبي الجميل هذا المساء. حتى الآن عنده تعادل بدون أهداف، ولكن لا زال في الأمور يا أمور، لا زال في الأمور يا أمور. هذا سيرجي ريبروف، هذا الأوكراني الذي يريد أن يدخل التاريخ وأن يكون أول مدرب أوكراني يفوز بلقب الدوري الإماراتي مدربا، بينما طبعا سبق وأن فاز مدرب فرنسي، وتذكرون الراحل الكبير برونو ميتسو الذي فاز ببطولة الدوري وفاز بدوري أبطال آسيا أيضا. ويا هليلة الآن، هؤلاء المجانين العشاق المغرمين المحبين المفتونين، المفتونين اللي يذوبون حب في كرة القدم، هذا الجمهور الحقيقي، هذا الجمهور الحقيقي. وفي انذار على عبدالله الكربي، اعتقد اول انذار في المباراة. الظهير الايمن لنادي الوحدة اليوم محمد المنهالي موجود بالمناسبة في قائمة البدلاء، اعتقد اخذ التدخل واخذ انذار على هذا التدخل عبدالله الكربي، نعم، وبالتالي انذار هو الاول في المباراة في استاد آل نهيان في هذه الصورة الراقية جدا الجميلة جدا الفاتنة جدا في العاصمة الفاتنة جدا طبعا عاصمتنا الحبيبة إمارة أبو ظبي. الحينوية طبعا صوتهم الآن عالي، وفريقهم طبعا حتى الآن يبقي فارق النقاط عند أربع نقاط كاملة، والمباراة مستمرة، ومباراة الاحتمالات القادمة طبعا في قادم اللحظات. لكن في المدرجات في لوحات، في المدرجات في في في, في أمور في غاية الجمال من جانب طبعا جمهور الفريقين. العنابي موجود، العيناوي موجود، الشال العيناوي موجود، الشال الوحداوي موجود، الحب موجود، العشق موجود، الانتماء موجود. الكرة عن طريق خميس إسماعيل، شوط ثاني 58 دقيقة، نقترب من وصولنا إلى ساعة كاملة من اللعب المستمر المثير فيما بين الفريقين. رمية تماس وحداوية عن طريق فابيو مارتينيز، فابيو مارتينيز، هذا سعيد جمعة شقيقة فارس جمعة موجود في نادي الوحدة أشقاء، ولكن اليوم لا، ما فينا نقول عداء، ما في عداوة في كرة القدم. اللي يقول لك في عداوة في كرة القدم هذا ما يفهم المعنى الجميل في عالم كرة القدم. ما في عداوة، في منافسة شريفة في عالم كرة القدم. في رمية تماس عالية تلعب من فابيو مارتينيز بهذه الصورة، كرة تبعد كذلك وتعود الآن إلى سفيان رحيمي، كانت مرتدة لفريق نادي العين، عادت من فارس جمعة، وصلت من محمود خميس في الجهة الأخرى. محمد عباس، مباراة كبيرة يقدمها الشاب الإماراتي محمد عباس، أيضا الآن طبعا مع مدرب منتخبنا الوطني الجديد الأرجنتيني رودولفو أروا بارينا، رودولفو أروا بارينا،
وطبعا اتحاد كرة القدم وبالمناسبة فيما بين الشوطين سعادة عبد الله ناصر الجنيبي أعطاني الرقم الحقيقي لحضور مباراة اليوم 15,127 شخص. طبعا هذول بدون الإعلاميين بدون طبعا المنظمين المباراة، نتكلم عن عدد راقي جدا، الحضور الأعلى في دورينا بلا منازع هذا الموسم، الحضور الأعلى، الحضور الأجمل، الحضور الأفضل. كرة من جانب علاء الدين زهير، محمد الشامسي، فارس جمعة، خطأ لا يغتفر الآن من الفريقين، خطأ هنا وخطأ هناك لا يغتفر في مباراة الموسم. في المباراة العودة كرة لمحمود خميس، يأتي بكرة بعيدة يا محمود وزعلان، طبعا زعلان على نفسه بالمناسبة لأنه كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة الماضية. أي والله حتى بولت ما يجيب كده يا محمود، حتى بولت في عزة، طبعا أسرع شخص في تاريخ البشرية، بولت ما يجيب الكرة الماضية لأنه بالفعل كانت سريعة، ولذلك كان زعلان على نفسه. المباراة تستمر، الشوط الثاني يستمر، التعادل يستمر، إلا إذا كرة في هذا المكان لعمر خريبين. خريبين يكون أخطر لما يكون في منطقة 18 متر، لكن يكون بعيد عن المرمى، خطورة عمر خريبين. وتذكرون طبعا تيجالي، طيب الذكر تيجالي طبعا أفضل هداف في تاريخ نادي الوحدة عبر كل التاريخ، سيباسيان تيجالي خطورة كلها. أنا ما أذكر أن تيجالي كان يسجل مثلا أهداف كثيرة من خارج منطقة الجزاء، تقريبا 99% أو 98% عشان ما أكون مبالغ كثير، من أهداف تيجالي كانت داخل منطقة الجزاء. هذا المهاجم تقبل المهاجم في منطقة 18 متر، هذه كرة تلعب الأمام الآن، هذا خريبين كرة في هذا المكان لعبد الله الكربي يأتي بالعرضية، فكر بعد ذلك في التقدم، كرة طالت ووصلت الآن لضربة مرمى في الكرة الماضية. هذا هو السيد سيرجي ريبيروف المدرب الأوكراني الذي حتى الآن ينقل العين للمباراة النهائية في كأس الرابطة، سيقابل شباب الأهلي ولا زال يتصدر دورينا، والفريقين كما ذكرت عندهم الأمل في الفوز ببطولتين هذا الموسم. كرة تلعب عالية وخطيرة، وعلاء الدين زهير أبعد الكرة الماضية، محمد عباس برمان لرافائيل، رافائيل برمان، مصائب قوم عند قوم فوائده. طبعا ما كان أبو ليدا موجود مع الفريق، أصيب كوامي، وهذه محاولة كرة الآن عالية خطيرة، فرصة تبعد وتعود وتصل إلى فابيو مارتينيز، فيها محاولة المرور في وسط الملعب، لكن فيها متابعة دفاعية ممتازة من جانب سعيد جمعة، نعم ظهير أيمن ولكنه موجود في الكرة الماضية في وسط الملعب. مرت ساعة ودقيقتين من اللعب المستمر، من المحاولات المستمرة، من التعادل المستمر حتى هذه اللحظة ما بين كبيرين من كبار القوم في كرة القدم الإماراتية عبر كل التاريخ. ما أحلى مباريات العين الوحدة، ما أجمل مباريات العين الوحدة، ما أحلى حضورهم. وعندما يكون العين في أفضل حالاته وهو كذلك غالبا، وعندما يعود الوحدة من الباب الكبير، هذه المتعة اللي تشوفها في المدرجات وتشوفها في الملعب. كرة تلعب الآن من جانب عبدالله الكربي، خطيرة لكن أيضا بذكاء، شوف ما تقدم اللي هو أربوريدا، كان ينتظر التمريرة من جانب أيضا اللي هو عمر خريبين، وعادت الآن وصلت إلى جوانكا، محاولة بناء هجمة لنادي العين، المحاولة بالفعل للأمام الآن من جانب هذا اللاعب اللي هو سفيان رحيمي، فقد كرة الماضية ووصلت مرتدة وخطيرة، خطيرة خطيرة جدا لفابيو مارتينيز، لاعب مراوغ أقل، إذا فابيو مارتينيز اليوم أقل من فابيو مارتينيز المعتاد، عنده 5 أهداف، هذه محاولة، هذا عمر خريبين، هذه كرة للأمام وهذه كرة طالت وسقط أرضا عمر خريبين، لكن الكرة مستمرة عن طريق إريك لعب اليوم طبعا نزعة هجومية كبيرة في مباراة اليوم عن طريق برمان، يعيدها للخلف الآن، وكأنك عندما تشاهد المدرجات والملعب كامل العدد تتساءل مرات ومرات وين هذا الحضور
وين هذا الحضور بالفعل من 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 كل مباريات دورينا؟ طبعا في اجتهادات من جانب الرابطة وفي توصية ايضا طبعا من الزيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بأيضا حل مشكلة الحضور الجماهيري في المدرجات، والرابطة للأمانة يجتهدون، لكن أنا دائما أقول المشجع المحب العاشق ما يبغي حد يشجع. اليوم مثلا ما حد شجعهم، اليوم هذه المباراة نتائج الفريقين، البطولة قربت، هكذا يشعر الوحداوي وهكذا يشعر العيناوي. مرور من جانب بندر جميلة باتجاه هذا اللاعب إريك يأتي بكرة عالية خطيرة، فرصة لزارة قائمة للعين عن طريق سفيان رحيمي، كرة فيها مرور وفيها كرة للأمام، والكرة تصل إلى ضربة ركنية أو ضربة تسلل. شوف وأنا طبعا الكبير بندر من أمام الكبير سمعة أيضا مربي الصورة ممتازة، وهذه الكرة بعد ذلك هنا يبدو حالة تسلل كانت حاضرة، نعم، لأن يد حكم المباراة رفعت بعد ذلك على وجود حالة تسلل في اللعبة الثانية، بالمناسبة مش في اللعبة الأولى، في لعبة لابا الثانية. لكن مترو العاصمة أمام الزعيم، أصحاب السعادة أمام الزعيم، قوتين مؤثرتين كبيرتين في كرة القدم الإماراتية. أربوليدا أبعد الكرات الماضية، وصلت إلى إريك، رمية تماس للعين. شوف في وجهه هموم وهواجيس وأسرار وعلوم، والأمر ينطبق كذلك على المدرب الآخر السيد غريغوري. وأنا قلت الوحدة، بالمناسبة الوحدة في أول 6 مباريات عنده فوز واحد فقط مع تيم كات، 5 تعادلات، فوز على العروبة في المباراة الأولى، 5 تعادلات متتالية. يعني تصور لو الوحدوية مثلا غيروا مدربهم من بدري شوي كانت الأمور أفضل، لأن لمسة هذا الرجل غريغوري كانت لمسة لا شك أنها هي كبيرة جدا، وأعطى الفريق إضافة كبيرة جدا، وكان الفريق بالفعل يعاني مع تيم كات، ولكنه تحول وعاد إلى مكانه الطبيعي. أتحدث عن فريق يملك كل مقومات المنافسة الكبيرة على لقب بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم. كرة تلعب الآن، سلامات لخميس إسماعيل، أعتقد أنه في شد عضلي، لكن مباراة طبعا التعب، مباراة التعب الفريقين والتعب لعيبة الفريقين، والكرة من جانب الكربي في الكرة الماضية، محاولة قائمة الآن اصطدت في لاعب نادي الوحدة عمر خريبين، وتحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. حدثوني عن سر كرة القدم، أقول لكم إنه يبدأ من الجمهور. حدثوني عن الشغف، أقول لكم إنه يبدأ من المدرجات. حدثوني عن كرة قدم تلعب ويتنفسها الجميع بشغف كبير، أقول لكم السبب المدرجات. سلامات لخريبين، مباراة لازالت، والعيناوي وكأنه يقول يعني التعادل جيد في أبوظبي، التعادل والله سالم الدوسري الخلط هذا طبعا ما بين سالم الدوسري وتاليسكا لو تذكرون، وبعد ذلك انتشرت كالنار في الهشيم، يعني الخلط هذه صارت في كل مكان. لكن مباراة ما بين الوحداوي والعيناوي، مباراة في المدرجات، مباراة لا شك فيها كثير من الكبرياء من التاريخ. 17 بطولة دوري بالمناسبة في أرض الملعب، 13 بطولة تاريخية للعين، و4 ألقاب تاريخية يريدها خامسة طبعا، بينما العيناوي يريد أن يبتعد عن أقرب المنافسين له في بطولة الدوري، عن شباب الأهلي وعن الوصل اللي عندهم 7 ألقاب. يريد العين أن يصل إلى 14 بطولة وأن يكون بالتالي أقرب منافسيه على بعد الضعف، يعني 7 ألقاب يكون على بعد طبعا من فريق شباب الأهلي والوصل إذا نجح العين في أنه يكون البطل. العين كان سادس الدوري في الموسم الماضي، واحد من أسوأ مواسم العين على مستوى طبعا الدوري، لكن الوحدة في هذا الموسم يعود، وتعود الحياة في مدرجاتنا بالحضور الأعلى في مباراة اليوم. كرة عن طريق سعيد جمعة، بندر الحبابي، شوف الآن
ممكن العين لما توصل المباراة في آخر ربع ساعة، الآن نحن على بعد 22 دقيقة، لكن آخر ربع ساعة العين رح يعتمد على المرتدات أكثر، لأنه يعلم بأن الوحدة سيتقدم أكثر. المباراة في ملعبه، يريد أن يقلص الفارق إلى نقطة، وهذه كرة عند حارس المرمى، حارس المرمى محمد الشامسي، كرة في هذا المكان. الشوط الثاني الأمور لازالت بدون أهداف، خروج خالد عيسى، نعم خروج خالد عيسى في الكرة الماضية، وبالتالي إبعاد الكرة، نعم من أمام لاعب خطير، لكن أيضا يريد أن يسجل سادس أهدافه، وإن فعل ذلك سيكون أغلى أهدافه لا شك هذا الموسم. أتكلم عن فابيو مارتينيز، صار له فترة أيضا غايب، صار له فترة غايب، ولكن أن تغيب وتعود في المباراة العودة فأنت عندئذ يعني معذور، معذور الموسم كله والموسم القادم حتى. كرة تلعب، برمان، إيريك، كرة باتجاه لابا، لابا حاول، لكن أدريان سيلفا البرتغالي القادم من سامدوريا، طبعا الفريق اللي لعب له يوم من الأيام روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا الحالي، ولعب له جانلوكا فيالي، ولعب له إيتيلو لومباردو، قائمة طويلة لعبت للفريق طبعا القادم من مدينة جنوة الإيطالية، لكن انطلاقة في هذا المكان وصلت إلى سفيان رحيمي، نقلت لأيضا لابا، وصلت الآن خطيرة للعين، العين متقدم الآن، فيها مرور وفيها كرة تلعب، ولكنها طالت بالفعل، تغطية ممتازة من علاء الدين الزهر التونسي، التونسي الممتاز بالفعل، ما تشعر إطلاقا أن لوكاس بيمينتي تارك فراغ، لأن فارس جمعة في أفضل حالاته، ولأن أيضا علاء الدين الزهير في أفضل حالاته. كرة عن طريق خميس، محمود خميس الآن في الجهة اليسرى، وصلت إلى فابيو مارتينيز، فابيو مارتينيز، فابيو مارتينيز مرف الأولى، لكن بعد ذلك تبعد من سعيد جمعة، يقدم مباراة ممتازة للأمانة. سعيد جمعة صافرة وخطأ، صافرة وخطأ في الكرة الماضية، خطأ 15127، هذا الحضور الرسمي بدون الإعلاميين، بدون أيضا المنظمين، اليوم أيضا في تكريم أيضا للشركات طبعا الراعية لدورينا، أعلى حضور في دورينا، عندما تحضر كرة القدم وعندما تعود النتائج وعندما تعود الفرق الكبيرة للواجهة، نشوف الصورة اللي نشوفها اليوم بهذا المشهد الجميل هنا في استاد النهيان عن طريق بند الأحبابي. باقي 20 دقيقة، 19 دقيقة على وجه التحديد. محمد عباس لسفيان رحيمي، رافا، رافائيل، أحمد برمان، برمان مرة أخرى. شوف هذا اللي قلته، العين ما راح يندفع كثير، العين راح يعتمد على تقدم الوحداوية، وبالتالي يراهن على مرتدة في هذا التوقيت. كرة تلعب عالية وإبعاد من جانب علاء الدين الزهير في الكرة الماضية، وخروج حارس المرمى محمد الشامسي، إبعاد الكرة الماضية بالفعل بهذه الصورة. في تبديل الآن، كايو مكان مين؟ مكان بندر الحبار، كان بندر الحباب. دورينا يحلو بالجماهير، دورينا يحلو بالمدرجات الممتلئة، دورينا يحلو بعودة الكبار، دورينا يحلو بعودة كباره. وطبعا تبديل في المباراة، بندر الحباب يترك أرضية الملعب الآن، هذا التبديل طبعا في نوايا هجومية من جانب السيد أيضا ريبيروف، نوايا هجومية، لأن كايو كانيدو اللي أيضا في هذا الملعب سجل في مباراة فريق السابق مع فريق الحالي قبل عامين في كأس رئيس الدولة في مباراة 6-5-4، سجل ملابة وسجل هدفين هو. هذه كرة عالية سهلة جدا عند محمد الشامسي حارس المرمى، طبعا لازال يعني مو بالفريقين هم بروحهم بالمناسبة في 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 في, في اللقب، نعم هم الأوفر حظا، لكن الجزيرة اللي عنده مباراة مؤجلة بالمناسبة أمام اتحاد كلباء، الجزيرة أيضا يهدد الفريقين، الشارجة ربما بحظوظ أقل، لكن أتكلم عن هذه الفرق تقريبا الأربع، لكن مع أفضلية للعين والوحدة طبعا بفارق النقاط، اللي يعلم الجميع أن العين يتقدم، وأن الوحدة المطارد المباشر، وأن أقوى أكثر من فاز، وأن أكثر من وأقل من خسر في مباراة اليوم، لازال كل فريق عنده خسارة واحدة فقط، العين خسر أمام الشارجة في آخر مباراة في الدور الأول، واتحاد كلباء كان هو الفريق الذي هزم نادي الوحدة في مدينة كلباء بهدفين لهدف واحد، لأن تكون الخسارة الوحيدة. ولا كرة عالية
مرت بالمناسبة على أربوليدا في مباراة اليوم. هذه كرة صافرة وخطأ في الكرة الماضية. ما أكثر الثنائيات في مباراة اليوم. شو معنى الثنائيات؟ يعني اثنين يعني حاضرين في نفس الكرة. ثنائيات، صراع الثنائيات، وفي تبديلات. عندك أيضا طحنون الزعابي، تصور لاعب منتخب الإمارات الوطني موجود في قائمة الأساسي في المنتخب، وما عنده مكان تقريبا بصورة دائمة مع فريق نادي الوحدة. هذه تعطينا انطباع على عمل كبير جدا من إدارة نادي الوحدة هذا الموسم. عندك أيضا محمد المنهالي لاعب دولي موجود في قائمة البدلاء. عندك صالح أيضا، صالح نعم، خليل إبراهيم، عفوا خليل إبراهيم لاعب دولي موجود في قائمة البدلاء. عبد الرحمن صالح وطحنون الزعابي في تبديلات الآن. عبد الرحمن صالح مكان عبد الله الكربي، خاف عليه لأنه عنده انذار، قال لك ما فيني أكمل الديربي الكبير بعشرة لعيبة لأنه عنده انذار. وطحنون الزعابي مكان فابيو مارتينيز، طالع زعلان، طالع زعلان، مفروض ما تزعل لأن ما قدمت الإضافة المنتظرة بالنسبة لفريقك في مباراة كبيرة كما يعلم الجميع. عبد الله الكربي نعم ترك أرضية الملعب. عبد الرحمن صالح بديل الظهير الأيمن، وعندك أيضا طحنون الزعابي لاعب خط وسط بنزعة هجومية يدخل مكان فابيو مارتينيز. كرة تصل لعمر خريبير اللي غير مكانه، هذا مكان فابيو مارتينيز سابقا، والكرة سمعة سدت فقدت قوتها، كانت ممكن تكون أقوى بكثير، لكنها طبعا ضربت في مدافعي العين ووصلت عند حارس المرمى خالد عيسى. الدقائق المخيفة الآن، نحن الآن في الدقائق المخيفة، تخوف الدقائق الـ15 القادمة، نعم تخوف الفريقين وجمهورهم، لأن هدف في هذا التوقيت ربما أقول ربما لا يعوض. طبعا ما في شيء اسمه ما يعوض الأكل، لكن أتكلم عن مباراة يعني يكون صعب. هذه كرة تلعب الآن باتجاه سفيان رحيمي على الدين زهير. ياهي مباراة يقدمها التونسي لأدريان سيلفا، وصلت لطحنون الزعابي عن طريق برمان في الأولى، برمان في الثانية، يعيد الكرة الخلف الآن إلى إريك أربوليدا، دانيلو أربوليدا. طبعا ليس أول كولومبي يلعب للعين، تذكرون أيضا أسبريا، دانيلو أسبريا. كرة في هذا المكان، يمكن واحد من أكثر اللعيبة اللي أيضا حتى بعد ما ترك العين عنده علاقة طيبة، دائما كان يهني العين بعد الفوز في المباريات. هذه كرة تلعب عالية وللأمام، تعاد من جانب محمود خميس لحارس المرمى محمد الشامسي. هل هي تعادل؟ هل الديربي الكبير، ديربي أبوظبي، المباراة العودة، هل تكون تعادلية؟ حتى الآن كل شيء يشير لذلك، لكن لا تأمن 14 دقيقة لا تأمنها إطلاقا. كرة عن طريق سفيان رحيمي من جانب إريك لرافائيل أربوليدا لمحمد عباس، يأتي بكرة جميلة باتجاه اللاعب اللي عنده الكرة الآن. وأتحدث عن كايو أمام محمود خميس، هذا دولي إماراتي وهذه كرة تلعب عالية وللأمام وخطيرة وفرصة للأمام. الله أجوانكا، لكن إلى ضربة ركنية. هذه نوايا العين مرتدة لعبت بطريقة ممتازة، اصطدت في فارس جمعة من جانب جوانكا، وبالتالي إلى ضربة ركنية. نعم الكرة الماضية تصل إلى ضربة. سلامات لفارس جمعة، طبعا سلامات لفارس الجمعة. من يكتب المشهد الأول؟ من يقص شريط المباراة العودة حتى الآن؟ من يكتب البدايات؟ شوف الركنية التاسعة في المباراة، السادسة للعين، ثلاث ركنيات موجودة لنادي الوحدة. ضربة ركنية، وحكم المباراة داني ماكيلي إلى ضربة الركنية الآن للعين. جوانكا على التنفيذ، كرة تلعب عالية وتلعب بالرأس، ومحمد الشامسي فوق الكل. يجي لك حارس مرمى يريحك بهذه الصورة، لا شك في ذلك. كرة تصل الآن لطحنون الزعابي. حلوة أرسلها إلى جواو بيدرو في الكرة الماضية، ومستمر جواو بيدرو في الكرة الماضية. عبد الرحمن صالح، وهذه محاولة طحنون. الله 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 الله, الله.
اختار الزاوية البعيدة، اختار الزاوية البعيدة، وما كانت عنده حلول كثيرة بالمناسبة، لكن حارس مرمى كبير موجود في الكرة الماضية. نعم، ويعلم يعلم طحنون أن كرة الماضية لو سجلها أشعل استاد آل نهيان وأشعل العاصمة أبو ظبي طبعا، لأن يكون على بعد 10 دقائق 11 دقيقة تقريبا من الوصول لخط النهاية، راح يكون أشبه بهدف ذهبي. كل عام ابتسامتك تسعد وطن طبعا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هذه التهنية، كرة تلعب عالية وللأمام، ابعاد في الكرة الماضية لازالت قائمة، ابعاد كذلك، وخالد عيسى الآن يخرج من مر خطيرة خطيرة، لكن لدينا خطأ يحتسب على علاء الدين زهير. ومباراة الفرص، مباراة الفرص، مباراة الفرص، نعم مباراة الفرص، يعني ممكن واحدة من أكبر مباريات الفريقين طبعا حصولا على الفرص. هذه الكرة الماضية، هذه لعبة طحنون الزعابي، عبد الرحمن صالح من بديل، وهذا البديل الثاني، وعينك على وضع الكرة في الزاوية البعيدة، وعينك أيضا على ردة فعل ممتازة، بالفعل كرة ماشية بطريقة ممتازة وتصل وتجد حارس مرمى حاضر في القمة الكبيرة. الأحداوي طبعا يفكر في حسم المباراة، والسيد غريغوري هنا أيضا يفكر في حسم المباراة. والمباراة حتى الآن شوف الفريقين، يعني الوحدة سجل في الشوط الأول 12 هدف فقط، الوحدة بالمناسبة فريق الشوط الثاني، لأن الوحدة وإن كان سجل 12 هدف في الشوط الأول ولكنه سجل 23 هدف في الشوط الثاني. العين ما فيك تقول إنه أفضل في الشوط الأول أهدافه، لأن العين سجل في الشوط الأول 21 هدف وسجل في الشوط الثاني 19 هدف، وبالتالي في تعادل كبير. هذا هو كايو، هذا كايو لعب اللي ما أعطى الإضافة الكبيرة طبعا، لا كايو كان ساحر مع ليما طبعا، الساحر الآخر في نادي الوصل، ولذلك العينوية طبعا تعاقدوا معه بناء على ذلك، إنه السحر هذا يستمر، لكن اختفى طبعا. أتكلم عن كايو كنيد بصورة كبيرة. اليوم حضر الجمهور، حضرت المتعة في المدرجات، وحضرت هذه اللوحة الفنية الكبيرة، وحضرت ربما أجمل لوحة في المدرجات في دورينا لا شك في ذلك. 15127 محظوظ في حضور هذه المباراة. كرة لصالح العين عن طريق جوانكا في هذا المكان، لكن بالخطأ مقروءة من جانب هذا اللاعب، كرة تلعب للأمام دانيلو أربوليدا، أقرب من جانب أيضا جواو بيدرو في الكرة الماضية عن سفيان رحيمي لعلاء الدين زهير. مباراة ما تحتمل خطأ الآن، مباراة لا تحتمل خطأ الآن لا شك في ذلك، وبالتالي كرة في المكان السليم وصلت لمحمود خميس. شكرا للفريقين بالمناسبة على أداء كبير، على موسم كبير لا شك في ذلك، على استمرار في المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، على التقدم عن الجميع منذ الجولة الأولى، منذ الجولة الأولى ربما من المواسم النادرة جدا في دورينا أن دورينا ما يتصدر إلا فريقين فقط، إلا فريقين، الوحدة في الجولة الأولى، ومنذ الجولة الثانية كما ذكرت العين هو من يتصدر دوري أدنوك للمحترفين. كرة تلعب عالية، ولذلك يرى الكثيرون أنهم الأجدر، الأجدر. كرة للابا، لابا 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 سدد، الله الله، من أجل هذه المناسبات الكبيرة أنت هنا، من أجل هذه اللحظات التاريخية يا لابا، أنت ترتدي شعار الزعيم من أجل هذه الأمسيات، وأي أمسيات يا لابا، أنت أنت في نادي العين. الله الله الله، العينوية العينوية، السعداء السعداء، ويا كثر جمايلك يا كثر جمايلك للعينوية يا لابا. أخذها 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 أخذها، وكانت تقريبا كرة ميتة، تقدم تقدم، وفي زاوية مستحيلة، في زاوية مستحيلة، خلص خلص الكلام عند العينوية في لابا، خلص الكلام عند العينوية في لابا، ويا كثر جمايلك عند العينوية يا لابا. نعم، هذا السيناريو اللي رسم العين في الدقائق 15 الماضية من عمر المباراة، كان يستدرج الوحدوية، كان يعلم بأن الوحدة
الوحدة، يريد أن يعيد فارق النقاط إلى نقطة، ولذلك العين ما اندفع، كان يعتمد على المرتدات. هذه مرتدة جاءت بهدف غالي، هدف غالي في أمسية كبيرة لا شك في ذلك، وفي توقيت قاتل كذلك. عند الدقيقة 83 يتقدم العين على شقيق الوحدة بهدف نظيف. مباراة أنا قلت اللي يستغل الفرصة. و18 هدف الآن إلى لابا، كبير هدف في دورينا، يعني اللاعب الكبير تجيبه في المناسبات الكبيرة لا شك في ذلك، إذا ما فادك في المناسبات الكبيرة. والعين عند كرة الآن، والمحاولة من جانب باكايو، كرة تلعب عالية، محاولة خطيرة للأمام من سفيان رحيمي، الكرة الماضية تصل إلى ضربة مرمى. نعم طبعا قبل أيام في مباراة العين والعروبة شاهدنا أسام وجان يحضر في مدرجات العين ويشاهد خليفة في نادي العين، أتحدث عن لابة، يقولون أنه أسام وجان صغير، في إشارة طبعا إلى الأداء التاريخي اللي قدم أسام وجان مع نادي العين. لكن حتى الوحدة قدم لنا البوريلا، قدم لنا محمد سالم نعنزي مستر هاتريك. الوحدة الآن عنده محاولة، هل يعود الوحدة للمباراة؟ هذا وارد، كرة لسفيان رحيمي، وفي خطأ، في خطأ في الكرة الماضية على عبد الرحمن صالح، وبالتالي حكم المباراة داني ماكلي. عبد الرحمن صالح تدخل في الكرة الماضية. طبعا العينوية الآن صوتهم عالي، العينوية الآن هم اللي صوتهم عالي، هم اللي شايلين المدرجات في هدوء. وأنا دائما أقول أن مفترض الجماهير فريق متوع، أتكلم عن جمهور نادي الوحدة، شوف الجمهور العيناوي السعيد الكبير اللي طبعا جاي من مدينة العين، والبحر أيضا مقيم هنا في العاصمة أبوظبي. وأنا ذكرت معلومة أن العين عندها أفضلية على الوحدة في آخر أربع مباريات، طبعا الديربي هنا عنده ثلاث حالات فوز، عنده تعادل، والعين الآن يتقدم أيضا. فيها مرور في الكرة الماضية عن طريق لابا، كل أهداف لابا 17 في صوب، وهدف اليوم في صوب بالنسبة إلى لابا. محاولة قائمة عن طريق إيريك في الكرة الماضية، هذا طبيعي، إذا ما يكون دربي، إذا ما نشوف فيها الأمور هذه، الشد والجذب والتوتر والخشونة. لكن طبعا في نهاية المطاف لا شك في ذلك أن الروح الرياضية تنتصر للفريقين. مباراة مستمرة، الحكم الهولندي يطلب تنفيذ رمية تماس، 86 دقيقة، العين يتقدم بهدف عن طريق لابا. والكرة الماضية طبعا هذه محاولة كرة عن طريق لابا خارج أرضية الملعب، رامي تماس لنادي العين. السيد غريغوري يعيد الكرة بسرعة ويتحدث مع إيريك، يقول له ما يصير يعني تخلي الكرة تمر. شوف حتى لاعب نادي الوحدة اللي هو إبراهيم صالح، لاعب نادي الوحدة اللي هو خليل إبراهيم الدولي الإماراتي، دخل في اللحظات الماضية، دفع بكل أوراقه في المباراة، كرة تلعب للأمام الآن وتبعد وتعود لعمر خريبين، جواو بيدرو، سمعة، اسماعيل مطر، كرة تلعب عالية وللأمام، وإبعاد من دانيلو أربوليدا في الكرة الماضية، كرة مشتركة وصافرة. نعم الخطأ موجود بالمناسبة في الكرة الماضية لصالح نادي الوحدة، لكن مباراة كبيرة يقدمها هذا الشاب محمد عباس. أنا أعتقد أنه سيكون أحد لاعبي منتخب الإمارات الوطني في القادم القريب وليس القادم البعيد. لكن أكبر فرحة لنا اليوم أن هذا الجمهور يعيد كرة القدم الإماراتية للواجهة. نعم، وكأنك وقفت الدوري الإماراتي 20 سنة ورديتها بعد غياب طويل جدا. يعني أنا ما أكون مبالغ بالمناسبة إذا قلت الجملة هذه، وكأنك وقفت الدوري الإماراتي 20 سنة وأعدته للحياة. شوف المنظر، شوف المشهد، شوف الصورة تتحدث. هذا المساء هنا في استاد الهيان، هل يعود نادي الوحدة في الدقيقتين الأخيرتين من عمر المباراة؟ الآن ضربة حرة مباشرة، وكوامي مكان جوانكا راح يكون طبعا راح
راح يكثف الدفاع الدفاع طبعا اجوان كيت ركرديه الملعب ويحيي الجماهير العيناويه خلف مرمى خالد عيسى. اجوانكا لاعب خط الوسط وكوامي كويدو الساحل من ساحل العاج طبعا اللاعب اللي العين تعاقد معاه من نادي خورفكان كما يعلم الجميع. صفقه لا شك ناجحه، ثلاثة أهداف في الدوري وضربه الحره المباشره. سمعه موجود، طحنون الزعابي موجود، طحنون الزعابي اقرب اسماعيل ارسلها للامام، كره خطيره، الله تبعد الكره الماضيه وتعود. و89 دقيقه، يا هي لحظات اخيره، يا هي لحظات اخيره من عمر هذه المباراه الان، والكره تصل لمحمد الشامسي. كل الوحدويه في ملعب العين وكل العينويه يتراجعون الان للحفاظ على الفوز الثمين في ديربي ابو ظبي الكبير. كره تلعب الان للامام، محاوله فيها مرور لنادي الوحده، لازالت خطيره، نعم لازالت خطيره، الكره قويه وتبعد ولازالت وتصطد وتعود. الله 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 الله، ما يحدث فوق تصور الخيال في الكره الماضيه. الوحده كان قريب في الاولى والثانيه والثالثه، وهذه الله الله الله، تصدي الموسم يا خالد عيسى. هل هو تصدي البطولة خالد عيسى بتصدي خيالي بالفعل. وقبل أيام في مباراة الجزيرة أيضا تصدي خيالي أمام الكبير علي مبخوت في كأس الرابطة. ياهي أيام جميلة يعيش خالد عيسى بالفعل. وبالتالي نعم المباراة تستمر 90 دقيقة الآن انتهت، ونلعب على الوقت المحتسب بدل الضايع المقدر والمضاف من جانب حكم المباراة. شوف العين طلب حكم أجنبي أمام الجزيرة في هذا الملعب وفاز، والعين هو اللي طلب الآن حكم أجنبي لمباراة اليوم، حتى الآن هو فايز. هذا الهدف اللي سجله بالفعل، وأنا قلت يا كثر جمايلك للعينوية يا لابا. وعند العينوية خلص الكلام في لابا، نعم يحتفل العينوية بفوز ثمين حتى الآن، فوز ثمين حتى الآن. أشاهد هذه كرة خطيرة كانت، لكن أشاهد أمامي هدف المدرجات، بعض الاحتكاكات طبعا ما بين جماهير الفريقين. أنتم في النهاية إخوان وأحبة وأصدقاء، وما تفرقنا كورة إطلاقا يا شباب. العينوية 4 دقائق، مرة دقيقة ونص، مباراة تصل الآن إلى أمتارها الأخيرة. الوحدة اللي كان يبغي يفوز يفكر الآن في التعادل، والعيناوي متقدم في مباراة المجنونة. مرور للأمام، الله على كوادي في الكرة الماضية، ولا زالت وحدوية خطيرة كذلك في الكرة الماضية. محاولة مستمرة فيها تفويتة وفيها إبعاد وفيها كرة مرتدة كذلك لنادي العين. العين نجح في المرتدات، والكرة تعود لنادي الوحدة في لحظات مجنونة أخيرة من عمر المباراة. وخالد عيسى، ياهي مباراة يقدمها خالد عيسى. لكن خلونا نقول بصوت عالي، هذه مباراة تعيد الحياة لكرة القدم الإماراتية، هذه مباراة تعيدنا إلى الأيام الجميلة، إلى الزمن الجميل. نعم مدرجات تحييك، وعودة الوحدة ووجود العين دائما لا شك يحيي كرة القدم. في تسلل، نعم تسلل، هذه مش محتاجة إطلاقا أن يرفع الراية، هذه تسلل واضحة. والآن دقيقتين ونص باقي، دقيقة ونص على المباراة المجنونة، على المباراة العودة. العين إذا فاز يرفع رصيده إلى 7 نقاط كاملة، وعندك هذا اللاعب ناصر شكيلي. لكن العينوية فرحانين، والعينوية يقولون فأنت وحدك من بالحب يسكنني، وأنت أجمل ما ضمته أقداري. طبعا أتكلم عن شعور العينوية بالنسبة لفريقهم. سفيان رحيمي يترك أرضية الملعب في هذه اللحظات، والبديل هو ناصر شكيلي. لاحظ أنه دخل
دخل لاعب وسط عند النزعة الدفاعية وأخرج لاعب مهاجم يريد الحفاظ على الفوز الثمين في اللحظات الأخيرة آخر 50 ثانية من عمر هذه المباراة. طبعا خلاص صارت موضة هذه الكل صار يخلط الآن في ما يتعلق طبعا سالم الدوسري بداها مع تاليسكا وانتشرت بعد ذلك في كل الملاعب العربية. لكن مباراة في اللحظات الأخيرة وكرة تلعب عالية من طحنون الزعابي والكرة بالرأس بهذه الصورة الوحدة يرمي بكل أوراق الآن في اللحظات الأخيرة 20 ثانية أخيرة طحنون الزعابي يأتي بكرة عالية إبعاد الله بعيدة يا أدريان سيلفا ربما كانت آخر الفرص المتاحة في هذه القمة الكبيرة. وأنا أقولها قلتها في البداية وقلتها في وسط المباراة وأقولها الآن يا ريت كل مبارياتنا العين والوحدة يا ريت كل حضورنا وحدة وعين وحدة وعين عين ووحدة والعين الوحدة عينان في جسد واحد. كرة القدم إطلاق تصنع الإثارة لكن في نهاية المطاف أنا أعرف وأعلم أن في بيوت فيها العيناوي وفيها الوحداوي وبالتالي نعم المباراة الآن المجنونة في اللحظات الأخيرة انتهت الدقائق الأربع وفي آخر اللحظات الآن من عمر المباراة كرة من جانب إيريك في الكرة الماضية محاولة مستمرة كرة إلى رامي التماس نلعب الآن في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضايع والأجواء المجنونة الترقب الكبير كرة من جانب محمد الشامسي يرسلها عالية إبعاد الكرة الماضية لازالت قائمة لحظات أخيرة لحظات أخيرة مجنونة من عمر المباراة إلى عمر خريبين لازالت قائمة الكرة الآن محاولة المرور والكرة إلى ضربة ركنية طبعا يقول له انت حسبت 4 دقائق وتلعب الان عند 5 دقائق طبعا يلعب عند 5 دقائق وبامكان الحكم ان يلعب اكثر من 5 دقائق لان في وقت محتسب بدل ضايع. الكره توقفت كره خطيره فرصه قائمه وتصطاد